السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده تكملة لسلسلة الفيديوهات اللي بنتكلم فيها عن رموز الدوائر الهيدروليكية. في الفيديو ده هنتكلم فيه عن البريشر كنترول فالف اللي هو الصمام التحكم في الضغط. الصمام التحكم في الضغط ده بيظهر لنا في الدايرة على هيئة، أو بنعبر بيه في الدوائر الهيدروليك على هيئة مربع واحد. المربع ده بيبقى فيه سهم بيمر عبره، وممكن يكون الصمام ده مفتوح عادة أو مغلق عادة في وضع الديفولت أو وضع النورمال بتاعه. ده بيعتمد على وظيفة الصمام. والصمام التحكم في الضغط ممكن ياخد أي وضع بين الفتح الكامل أو الغلق الكامل. تمام، طب عايزين نشرح الكلام ده مع بعض. احنا قلنا الصمام التحكم في الضغط هياخد شكل مربع واحد في سهم بيمر عبره، تمام، وقلنا ان ممكن ياخد اي وضع بين الفتح الكامل او الغلق الكامل. يعني لو افترضنا ان الصمام ده، طبعا بيبقى فيه الصمام فتحتين، الفتحة دي بنقول عليها برايمري بورت او فتحة ابتدائية، الفتحة التانية بنقول عليها secondary port أو فتحة ثانوية. يبقى احنا قلنا الصمام بيتم التعبير عنه بمربع واحد، والمربع ده فيه سهم بيمر عبره، والصمام ده ممكن ياخد أي وضع بين الفتح الكامل أو الغلق الكامل. بمعنى إن السهم ده ممكن يبقى الصمام مفتوح كامل، يعني السهم هيبقى هنا، تمام، او ممكن يبقى مغلق كامل، يعني السهم يبقى تحت، او ممكن يبقى بين البنين، يعني البلف بيعدي نسبة من الفلو، تمام. وده بيعتمد على وظيفة البلف او الصمام. وكمان ممكن يكون نورمال اوبن او نورمال كلوز، او يعني مفتوح عادة او مغلق عادة. يعني لو في بلف، طبعا احنا بيبقى عندنا سبرينج او سوستة، ودي بتبقى قابلة للظبط، وفي اشارة تحكم هنشرح الكلام ده بالتفصيل، بس هنتكلم على النورمال اوبن والنورمال كلوز. يعني مثلا ده صمام تحكم في الضغط، ده صمام نورمالي كلوزد او مغلق عادة. النوع التاني هنلاقيه كده، ده بنقول عليه نورمالي اوبن او مفتوح عادة. وغالبا المفتوح عادة او النورمالي اوبن ده بيبقى في نوع واحد بس، اللي هو البريشر ريديوسنج فالف. والكلام ده هنشرحه بالتفصيل إن شاء الله في باقي الكورس. بنقول بقى السوستة القابلة للظبط اللي في الصمام دي، اللي هي دي بنقول عليها adjustable spring أو سوستة أو ياي قابل للظبط. السوستة دي بتحافظ على الصمام في الوضع الطبيعي ليه، أو الوضع النورمال بتاعه، اللي هو سواء closed أو open. يبقى السوستة دي اللي بتحافظ لي على الوضع الطبيعي للصمام، اللي هو سواء closed أو open، تمام. وفي إشارة التحكم اللي هي إشارة المرشد اللي هي البايلوت، دي اللي بتعمل على تغيير حالة الصمام. يعني الإشارة دي اللي مسؤولة عن تغيير حالة الصمام من closed لopen أو من اوبن لكلوزد، تمام. الطريقه بقى فيزيائيا ازاي، ان لما الضغط في اشاره البايلوت دي بيأثر بقوه، القوه دي بتتعدى او بتبقى اكبر من قوه السبرينج او السوسته اللي مأثره على الصمام عندي، بيتم تغيير حاله الصمام. يعني قيمه الضغط بتاعت البايلوت او بتاعت اشاره التحكم لازم يعني تتعدى قيمة القيمة المظبوطة عليها السوستة دي، علشان نبدأ يغير حالة الصمام من
من open لclosed او من closed لopen. تمام. الاشارة البايلوت دي ممكن تكون internal يعني من الصمام نفسه او من البرايمري بورت نفسه، او ممكن تكون external من ايه، من مصدر خارجي. يعني لو رسمنا كده اشهر pressure control valve اللي هو pressure relief valve، ده مسؤول عن الحفاظ، بيعمل كنترول على الماكسيم بريشر في الدايره، او بيتحكم في اقصى ضغط للدايره او للسيستم عندي. ده طبعا ده تانك اللي هو الخزان، ده طبعا انترنال بايلوت او اللي هو اشاره تحكم داخليه، ده اللي بنقول عليه ايه، بريشر ريليف فالف او صمام تصريف ضغط. ده قلنا بيعمل كنترول على الماكسيم بريشر للسيستم او للدايره بتاعتنا، او بيتحكم في اقصى ضغط للدايره بتاعتنا. ممكن يبقى عندي بريشر كنترول فالف اشاره تحكم خارجيه، انا عندي كده ان كان السكندري بورت رايح فين، عندي اجلس والسبرينج، عندي الاكسترنال. دي بقى الفرق بقى، يبقى ده اسمه اكسترنال بايلوت او اشارة تحكم خارجية. والفرق بقى ان بيبقى عندي هنا لازم درين لاين او خط تصريف، وده بسبب ان انا سواء السكندري بورت رايح على التانك او رايح في اي حته تاني مش على التانك، حسب الفانكشن او الوظيفه بتاعت الصمام او الابلكيشن بتاعي، كده كده الخط ده معزول عن الميل لاين بتاعي اللي هو البرايمري والسكندري. فانا بخاف ان يبقى فيه باك بريشر على الصمام، بيخليه مثلا على طول فاتح او على طول قافل، فلازم اي ضغط زياده بصرفه، الضغط بتاع الاكسترنال بايلوت لازم بعمل له دريل لاين عشان يتصرف على التانك، بحيث ما يعمليش مشكله في الابلكيشن بتاعي او التطبيق او الغرض من الصمام. انواع بقى صمامات التحكم في الضغط اللي ممكن تبقى عندي في الدايره، بريشر كنترول فالفز ممكن تبقى عندي، عندي اول حاجه ريليف فالف، وده اهم حاجة واشهرهم، اللي هو صمام تصريف الضغط. عندي الكاونتر بالانس فالف او صمام معادلة الوزن، ده بس بيستخدم عادة في حالة لو سلندر في وضع أفقي، إن أنا مش عايز السلندر يتحرك أو ينزل تحت تأثير الحمل بتاعه، وفي نفس الوقت بيمنع، ده اللي بنقول عليه الكريب أو الزحف في السلندر، وبيمنع في نفس الوقت الحركة الترددية للحمل. في عندي الـ pressure sequence فالف او السيكونس فالف، ممكن نقول على السيكونس فالف على طول، اللي هو الصمام التتابعي. ده بيضمني ان انا في اكتويتر هيشتغل بعد اكتويتر تاني، يعني بعمل تتابع لتشغيل الاكتويتر عندي، بحيث ان في مثلا سلندر معين مش هيشتغل الا لما اللي قبله يفرد على الاخر. في عندي بريشر reducing valve، ده اللي هو صمام تقليل ضغط. ده بيضمن ان المنطقة اللي بعديه او الاكتويتور اللي بعده بيعمل
ليميت للضغط فيه بحيث ما يتعداش قيمة معينة، فبيعمل ريديوس للضغط اللي داخله، وده النوع الوحيد اللي بيبقى نورمالي اوبن، لان هو بيبقى نورمالي اوبن واخد اشارة من بعديه من الاكتويتور، يعني تبقى كده حسب قيمة الضبط بتاعة السبرينج. أول ما قيمة الضغط هنا توصل لقيمة الضبط السبرينج، فبالتالي بيغير حالة الصمام من الأوبن للكلوزد. وفي آخر حاجة عندنا بريك فالف أو صمام الفرملة، وده غالبا نفس الكاونتر بالانس بس بيزيد، ان بيبقى واخد بايلوت زيادة ممكن من الخط التاني، لا الخط التاني من الناحية التانية من الاكتويتر، بيستخدم على المواتير الهيدروليك موتور عشان يعمل حاجة اسمها الديناميك بريك، بيعمل ديناميك بريكنج فور هيدروليك موتور. الكلام ده كله ان شاء الله هنبقى نشرحه بالتفصيل في الحاجات اللي هناخدها في الكورس في الفيديوهات اللي جاية. شكرا لمتابعتكم، واستنونا في الفيديو الجاي اللي هنشرح فيه رموز الفلو كنترول فالف.